عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقدم لكم طريقة المراجعة الفعالة، وذلك بالإجابة على السؤال كيف أراجع بذكاء. إذن سنقدم خطوات عملية وبمجهود أقل. أولا، تتمثل الخطوة الأولى في تجهيز مكان به طاولة وكرسي ويتميز بالهدوء والإنارة الخفيفة. ثانيا، يجب إغلاق الهاتف النقال أو جعله في حالة الصامت سيلونس، وكذلك الابتعاد على جميع الأجهزة التي سوف تعيق التركيز أثناء المراجعة مثل الحاسوب أو التلفاز. ثالثا، ارتداء ملابس مريحة وذلك حسب عاداتك. رابعا، وضع جدول تدون فيه أوقات المراجعة واسم المادة التي تود مراجعتها وكذلك التوقيت، وذلك بشكل أسبوعي أو يومي، وقم بإلصاقه قرب المكتب الخاص بك. خامسا، خصص فقط 45 دقيقة للمراجعة الفعالة لكل مادة حتى لا تفقد تركيزك، وبعدها خذ 10 دقائق للاستراحة بوز بريك بعد كل 45 دقيقة. 10 دقائق ممكن شرب كوب قهوة أو شاي أو المشي قليلا. سادسا، ينصح بقراءة الدرس أو الفقرة قراءة سريعة وشاملة، وذلك قصد معرفة المضمون الرئيسي مع التركيز على النقاط الرئيسية في الدرس وكتابتها في ورقة خاصة. سابعا، استخدم التفضيل للملاحظات والملخصات، وقم بإنجاز تلخيص الأفكار الموجودة في كل صفحة. ثامنا، بالنسبة للمواد التي تحتاج إلى الحفظ مثل الفلسفة أو الاجتماعيات، ينصح بقراءة فقرة الدرس الأولى ثم الفقرة الثانية، وقبل المرور إلى الفقرة الثالثة حاول تكرار الفقرتين الأولى والثانية معا. تاسعا، اعمل على كتابة المعلومات والعلاقات التي قد تجد صعوبة في تذكرها بقلم بلون مختلف. عاشرا، قم بتحليل المعلومات ومحاولة تحويلها إلى رسوم توضيحية وخطاطات مبسطة أو خرائط ذهنية ليسهل استرجاعها بعد فترة طويلة. حاول أن تفهم وتحلل بدل أن تقوم بالحفظ الحرفي للفقرة أو الموضوع. 11، قم بشرح الدرس لأحد أصدقائك، أو تخيل أنك واقف أمام الجمهور وتشرح له بصوت مسموع والجمهور يستمع إليك ويتابعك باهتمام. قم بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها بإيجاز. هذه الطريقة تساعد عليك تذكر المعلومات وتدفعك لشرح المعلومات بطريقة موجزة وسهلة. الخطوة 12، أنجز اختبارا منزلي بنفس الوقت المخصص في القسم، تختبر فيه معارفك وتطبق فيه مهاراتك وكأنك في امتحان محروس، وعند الانتهاء قم بتصحيحه وسوف تلاحظ مكامن النقص لديك لتصحيحها قبل فوات الأوان. وفي الأخير، أدعوك إلى الإعجاب بالفيديو والتعليق وترك تعليق تحفيزي، إضافة إلى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. دامت لكم نعمة الصحة والسلامة، وإلى لقاء آخر.